الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك. الى شي نهار درت شي حادثه، يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. حل رئيس مجموعة البنك الإفريقي لتنمية دونالد كابيروكا اليوم بالدار البيضاء في زيارة عمل للمغرب، يشارك خلالها في أشغال الدورة 48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بمراكش. وأعرب المسؤول في تصريح للصحافة عن سعادته لزيارة المغرب وعن تشكراته للملك محمد السادس وللحكومة وللشعب المغربيين على الدعوة المتعلقة باحتضان الجمع السنوي للبنك الذي يعقد حتى 31 من الشهر الجاري. أعلنت الجمعية المغربية لربابنا عن دخولها في إضراب عن العمل ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم 15 يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تكشف فيه بعد عن مطالبها الجديدة. مصدر مأذون أوضح أن اختيار منتصف يونيو كتاريخ للشروع في الإضراب المفتوح لربابنا ليس محض صدفة، لأنه يعتبر فترة الذروة للعمليات التجارية، وهي الفترة التي تغطي نفقات رحلات موسم العمرة ب 100,000 مقعد وموسم الحج 80,000 مقعد التي تتميز بضعف مردوديتها. أكد تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المستثمرين يعتبرون أن السوق المغربية الأكثر جاذبية، والمغرب يعد الأكثر استقرارا على المستوى السياسي وخاصة في شمال أفريقيا. واعتبر ذات التقرير أن ما يتمتع به المغرب من مميزات يؤهله لأن يكون أرضية اقتصادية إقليمية ودولية صلبة، حيث نوه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمواصلة المغرب تنفيذ أوراشه ومخططاته الاستراتيجية الكبرى الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الاثنين على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مادكس ومازي. مؤشر مادكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسة اليوم على نقص 0.17% بمجموع 7143.34 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل شركة مدرجة بالبورصة أنهج جلسته ب 0.18% أي 8795.53 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سام كولوغادو حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 6% ليرتفع سعر سهمه إلى 50 درهم. في المركز الثاني حل سام مينياخ تويسيت والذي تحسن بما نسبته 5.96% لينتعش سعر سهمه ب 1493 درهم. وفي المقابل تصدر سام ستيم قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.44% ليتراجع سعر سهمه إلى 224 درهم. في المركز الثاني حل سهم لافارج إسمنت بانخفاض نسبته ناقص 5.31% ليتراجع سعر سهمه إلى 927 درهم. ونختم مشاهدينا النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو ثمن الشراء 11.07 وثمن البيع 11.13. الدولار الأمريكي ثمن الشراء 8.55 وثمن البيع 8.60. الدرهم الإماراتي ثمن الشراء 1.32 وثمن البيع 1.34. الريال السعودي ثمن الشراء 1.28 وثمن البيع 1.29. إلى هنا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه،
يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التأمين ديالي. هي أنا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا أساس التعويض. أكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الأساس اللي عليه كتعوضوا. أكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير.